تمام. يلا بقى عشان ايه كده نختم بقى كلامنا في الاوفسالميك لك نيرف، عشان نبقى خلصنا الايه الاوفسالميك نيرف، نراجع الايه المعلومات بتاعتنا في البرانش اللي احنا بنسميه الاوفسالميك نيرف. الاوفسالميك نيرف هو يعتبر اول برانش من برانشات الترايجي من النيرف، بيبدا ان هو يخش منطقه الاوربت وبيدي مجموعه من البرانشات، 5 برانشات. البرانش الاول بنسميه السوبرا تروكلير نيرف، والثاني بنسميه السوبرا الاكوربيتال، والثالث بنسميه اللاكريمال الاك نيرف، وكمان بيدي الانفرا تروكلير والاكسترنال نيزل. وعموما برانش الاوفسالميك نيرف هو المسؤول عن جلب السنسيشن من التلت العلوي لك من الفيس، بياخد منطقه الفور لك هيد، وياخد منطقه الابر اي ليد، وياخد منطقه الاي النوز او منطقه الانف. تحديدا السوبرا تروكلير نيرف بياخد الميديال بارت، الجزء الميديال من الايه الفور هيد، والسوبرا اوربيتال بياخد الجزء اللاترال من الفور لك هيد، بينما الجفن العلوي اللي هو بنسميه الابر اي ليد بنقسمه 3 حتت. السوبرا تروكلير بياخد التلت الميديال، والسوبرا اوربيتال بياخد التلت الاوسط، واللاكريمال نيرف بياخد التلت الخارجي. وهنا تقبع الايه التروكليا او البكره. النيرف ده بنسميه زي ما قلنا السوبرا الاكتروكلير، تحتيه بنجد الانفرا تروكلير. الانفرا تروكلير بياخد النص الفوقاني من النوز، وياخد كمان الايه اللور ايليد، الحته الميديال من اللور اي ايليد، الحته الميديال من اللور ايليد. يجي في النهايه الاكسترنال نيزل نيرف، والاكسترنال نيزل ده بياخد الايه النص التحتاني من النوز، وبياخد كمان معاه التيب اوف ايه اوف نوز. كده يبقى احنا خدنا كل البرانشات بتاعه الايه الاوفسالميك نيرف، وان شاء الله نبدا في الفيديوهات الايه الجايه نبدا نتكلم عن اخوات الاوفسالميك بقى اللي هم الماكسيلاري والمانديبولار. برضو يعني عشان يبقى خلصنا الايه الكلام، ويبقى الكلام إيه تم تماما، لازم ان احنا نتكلم عن الايه برضو الاوفسالميك نيرف، يعني ازاي طلع منين وراح فين وجه منين. برضو زي ما قلنا ادي زي ما قلنا كده ادي الايه الاوفسالميك نيرف اهو زي ما احنا شايفين. بص ادي الاوفسالميك نيرف بيدي اول حاجه برانش اسمه اللاكريمال الاك نيرف، ده بيروح للاكريمال جلاند. يبقى بيدي اللاكريمال نيرف ده بيروح للاكريمال جلاند، وبعدين بيكمل في صوره نيرف اسمه الفرونتال الاك نيرف. والفرونتال نيرف ده بيبدا ان هو يدي برانشين، البرانش الاولاني اسمه السوبرا الاك اوربيتال نيرف، والبرانش الثاني اسمه سوبرا تروكليار الاك نيرف. يبقى انا كده عندي ادي اللاكريمال في الاول، وبعدين عندي السوبرا اوربيتال، وبعدين عندي السوبرا الاك تروكليار. خلاص كده. طيب بعد كده في عندك برانش ثاني اسمه النيزوسيلري. خلاص النيزوسيلري ده بيبدا ان هو يدي مين؟ يدي الانفرا الاكتروكليار ايه نيرف. يبقى انا دلوقتي عندي ادي الانفرا تروكليار وادي السوبرا تروكليار. خلاص عشان نكمل كده ننهي بقى الاوفسالميك نيرف. الاوفسالميك نيرف اذا بيخش الاوربت وبيبدا ان هو يدي برانش اسمه اللاكريمال نيرف، بيروح ناحيه اللاكريمال ايه جلاند، وكمان بيدي برانش ثاني اسمه النيزوسيلري، اسمه النيزو ايه سيلري. والنيزوسيلري ده بيمشي وبيدي الانفرا الاكتروكليار ايه نيرف. وبالمناسبه دكاتره لو بيدي نيرف كمان اسمه الاكسترنال نيزل، يعني هو بيدي النيزوسيلري ده بيدي برانشين، برانش الانفرا تروكليار وبرانش ثاني اسمه الاكسترنال نيزل. خلاص. طيب والفرونتال بيبدا ان هو يدي 2 سوبرا تروكليار والسوبرا ايه اوربيتال.